خلينا بقى نروح لحاجة تانية، انطلاق مهرجان الإسماعيلية للمانجا 2023 في دورته الثانية بمحافظة الإسماعيلية، واللي شهد حضور عدد من السفراء وممثلي القنصليات المختلفة، وشهد عدد من العروض الاستعراضية والغنائية لفرق الفنون الشعبية. السنة دي طبعا كانت النسخة الثانية لمهرجان المانجا، النسخة الأولى كانت العام الماضي، والحقيقة النسخة الثانية أنا شايف إن هي طبعا يعني كمان يعني أفضل من النسخة الأولى، حتى في عدد المشاركين معانا من سفراء الدول الأجنبية. السنة دي تقريبا كان عندنا في حدود 25 سفير، وعدد برضه لا بأس به من الملحقين التجاريين للسفراء، وفي مجموعة كبيرة منهم أبدت اهتمام إن هي تعمل لقاءات مع الغرفة التجارية عندنا ومع التجار ومع المزارعين اللي موجودين عندنا. وأنا بطمع كمان إن ما يبقاش فقط العمل في اتجاه محصول واحد اللي هو محصول المانجو، احنا عندنا محاصيل كتير جدا متميزة زي الموالح وزي الفيل السوداني وزي الفراولة، فاحنا عاوزين نروج الحقيقة لكل المحاصيل اللي موجودة في إسماعيلية عشان نزيد معدل التصدير. أشعر بالامتنان لاستضافة المهرجان الجميلة لي، وهذه ليست أول مرة آتي فيها إلى الإسماعيلية، بل أتيت كذا مرة لكي أتناول وجبات الأسماك. وأيضاً الإسماعيلية مشهورة بالمانجو المميز، وإن إندونيسيا تأخذ المانجو المصري عن طريق دولة السعودية على هيئة عصير. أنا سعيد بوجودي في مهرجان المانجو بالإسماعيلية، وهناك أنواع كثيرة تنتجها مصر عموماً، ونحن كدولة بنجلاديش نقوم أيضاً بزراعة المانجو، ونحب أن نعرف أنواعاً أكثر ليس فقط في الإسماعيلية بل في العالم أجمع. ده بقى اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم، هي استغلال مقومات كل محافظة على حدة. طبعا احنا عارفين محافظة الإسماعيلية من المحافظات الجميلة جدا والمحافظات المشهورة بزراعة المانجا بمختلف أنواعها وأشكالها. من السنة اللي فاتت كانت النسخة الأولى، دلوقتي النسخة الثانية لهذا المهرجان. الجميل في هذا المهرجان ايه بقى؟ طبعا بخلاف بقى العروض والفرق الشعبية والفرق الموجودة والعروض والكلام الجميل ده، المانجا متوفرة في هذا المهرجان. الناس بتدخل، كل الناس المواطنين اللي عايز يشتري مانجا في اي وقت بالكميات اللي هو عايزها، كل الانواع موجوده. ده جانب اخر، جانب تصديري، لان الشركات المصدره بتكون موجوده هي الاخرى، فدي فرصه لزياده التصدير. بالاضافه طبعا الى اهم حاجه بقى ممكن نتكلم عنها، وهي وجود الدبلوماسيين زي ما شفنا في بيحضروا هذا المهرجان، وده بيعتبر نوع اخر من الترويج للمانجا الاسماعيليه. منها كانت موجوده السنه اللي فاتت في النسخه اللي فاتت، كنت موجوده في النسخه الاولى من مهرجان الاسماعيليه للمانجا، وشفت هناك انواع مختلفه وشفت الاسواق مختلفه. كل سوق يا شاذلي بيبقى لها طلبات، يعني احنا متعودين في مصر بنحب المانجا المسكره اللي لها ريحه تبقى جايبه من اول الشارع كده. في اسواق مختلفه يمكن في الخليج وفي الهند وفي ماليزيا وفي الاماكن كتير بتحب المانجا اقل في السكر، فبيبقى عندهم انواع مختلفه لانها بتستخدم غير زي ما احنا عندنا، بتتخلل بيها وبيطبخ بيها، فبتبقى محتاجه اقل نوع شويه في السكر. الاسماعيليه كمان مشهوره بان عندها مهرجان فتيات الفراوله، بيبقى هم عندهم طريقه كده للحصاد واحتفاليه كبيره، فطبعا بيبقى المهرجانات هناك مختلفه، وبتبقى فرصه كبيره جدا للمزارعين انهم يتعاقدوا على الزراعه للسنه اللي جايه. صحيح.